لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة والأبناء الأعزاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الأرض الطيبة، في أرض سيناء، في مدينة العريش، على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بالحب تصفو الحياة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم. ووالله ما اخترت لكم موضوعكم إلا بالأمس حين رأيت هذا الحب وهذه الحفاوة البالغة من أهل سيناء الحبيبة، من أهل العريش، أهل المروءة والشهامة والرجولة والضيافة والكرم. فأردت أن أقف اليوم مع هذا المعنى الرقراق، مع الحب. فلن نسعد في الدنيا والآخرة إلا بالحب، فالحب نصف العبودية. ولن تبنى مصر إلا بالحب. ألا تتفق معي أن مجتمعنا في هذه السنوات الماضية قد أصيب بحالة من البغض والصراع والنزاع والخصام والخلاف، إلى حد سفكت فيه الدماء ومزقت فيه الأشلاء، وامتلأت القلوب بالحقد والحسد والضغائن، وسرقت الأموال، وهربت سلع وأقوات الفقراء والمحتاجين. ما هذا الواقع الأليم؟ أنا أقول بكل ثقة، لقد ظهرت في السنتين الماضيتين أسوأ ما فينا من أخلاق. لما نزع غطاء الخوف ظهر كل واحد منا على حقيقته.
ظهرت أخلاقه الحقيقية انتشر الكذب والغيبة والنميمة، وقذفت الأعراض وانتهكت الأعراض وذبح الشرفاء. نعيش حالة من القلق، يستطيع الآن أي إنسان أن يقول ما شاء على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يروج أي إشاعة، وأن يتهم أي بريء، وأن يقذف أي طاهرة، ثم يمضي بعد ذلك وقد ترك المجتمع ملوثا ممزقا، جرحت كرامته وانتهكت حرمته ولوثت سمعته، وعاش المجتمع في حالة من القلق والاضطراب والصراع النفسي الشديد. لا يمكن أبدا في هذه الحالة التي نعرفها جميعا أن نطهر قلوبنا أو أن نزكي أدران نفوسنا، إلا أو أن نبني بلدنا ومجتمعنا إلا بالحب. فبالحب تصفو الحياة، بل الحب هو الصفاء. فالعرب يسمون صفاء الأسنان وجمال بياضها حبب الأسنان. تدبر لهذا التأصيل اللغوي فله مغزى. الحب هو الصفاء، فالعرب يسمون صفاء الأسنان وجمال بياضها حبب الأسنان. فالحب هو الصفاء، بل الحب ماء الحياة. لا، بل الحب هو الحياة التي من حرم منها فهو من جملة الأموات. الحب هو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. الحب هو الشفاء الذي من حرم منه حلت بقلبه وبدنه جميع الأسقام. الحب هو اللذة التي من فقدها حلت به جميع الهموم والآلام. الحب حياة القلوب وغذاء الأرواح وسكن النفوس وقرة العيون. ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب ما زينت الأرض لموسم الربيع، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولولا الحب لهجرت البلابل الفيافي الخضراء، ولولا الحب ما أتيت إليكم يا أهل العريش ويا أهل سيناء فأشهد الله أني أحبكم في الله. ما أحوجنا الآن إلى معنى الحب، ولكن بكل أسف الذي يعكر صفو الحب ويجني سويداء قلب الحب ويجرح عفته وينتهك كرامته، أننا نعيش الآن زمانا تبدلت فيه المعاني وانقلبت فيه الحقائق والموازين، فصارت الخيانة مشروعة باسم الحب، وسار المجون والفسق حبا. فكيف نسمي الخنا حبا، وكيف نسمي العهر طهرا؟ حب إذا مسته كف الخنا فقد غدا دربا من العهر. وهل يكون الحب ذا قيمة إذا خلا يوما من لذة الطهر؟ كفى الحب شرفا وطهرا ونبلا أن الله جل وعلا قد جعل مكانه أطهر وأشرف مضغة في الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب رمز الحياة وحقيقة الإنسان،
فهو في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. له في جسم الإنسان المكانة الأولى، وله على جميع الجوارح اليد الطولى، فهو القائد والجوارح جند له وخدم، وهو الملك والأعضاء تبع له وحشم. إذا صح صح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. اتحد شكله في كل البشر، واختلفت حقيقته بعدد البشر. فقلب أصفى من الدرر، وقلب أقسى من الحجر. قلب يحوم حول السماء، وقلب يحوم حول الخلاء. قلب في أعلى عليين، وقلب في أسفل سافلين. قلب معلق بعرش رب العالمين، وقلب يهوي إلى درك الشياطين. وصدق محمد الأمين وهو يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، فهو موطن الإيمان والكفر، موطن الإخلاص والنفاق، موطن الهدى والضلال، موطن الحق والباطل، موطن الخير والشر. لن يتغير حالنا، ولن يتغير واقعنا، ولن نبني بلدنا إلا إذا طهرت قلوبنا، وإلا إذا ملأناها بالحب الصادق، بالحب الطاهر لربنا ونبينا وقرآننا ومصرنا ولبعضنا البعض. ما أحوجنا الآن أيها الأفاضل إلى معنى الحب، بل لا يكتمل إيمان المرء منا إلا إذا حقق معنى الحب في الله. روى الإمام أبو داود والضياء المقدسي بسند صححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. لا يكتمل إيمانك أيها الحبيب إلا بالحب في الله والبغض في الله. أين الحب بيننا؟ لقد ضاع الحب بيننا، لقد ساد البغض مجتمعنا، لقد سادت الكراهية علاقاتنا ومعاملاتنا وقلوبنا وأرواحنا. أين الحب في الله؟ أين البغض في الله؟ أين العطاء لله؟ أين المنع لله؟ أين الصمت لله؟ أين النطق لله؟ أين التحرك لله؟ أين التحرك بأمر الله وقول الله؟ نعم، فتش في قلبك عن هذه المعاني. والله الذي لا إله غيره، لو عدلوا الدستور كل عام بل كل شهر، ولو سنوا القوانين كل أسبوع، ولو وضعوا انتخابات كل شهر، لن يتغير مجتمعنا ولن يتغير واقعنا إلا إذا تغيرت قلوبنا، فانتقلت من الحقد والحسد والبغض والكره إلى الحب والإخاء والرحمة والمروءة والشهامة والرجولة والكرم والإيثار. ألا تتق الله يا من تسرق كل يوم قوت الفقراء في الطعام والشراب والسولار والبنزين، لأنك تريد أن تأكل حراما، وتريد أن تطعم أولادك حراما، ولو كان على حساب دماء هذا الشعب الفقير المسكين
والساسة، الساسة في الحكم والمعارضة، يتصارعون ويتنافسون من أجل الكراسي السائلة والمناصب الفانية والجماعات والأحزاب، وتناسى الكل أنه سيقف بين يدي الملك الحق للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. تذكر، تذكر وانتبه يا من لم تستفد درسا واحدا من آيات الملك الحق التي أجراها على أرض مصر في العامين الماضيين. تذكر، لقد نسيت، والله لقد نسيت، والله لقد نسينا إلى حد أنسانا الله فيه أنفسنا. نسينا نعم الله ونسينا فضل الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، والله لقد نسينا الله إلا من رحم الله، والله لقد نسينا الله إلا من رحم الله. نعم، ما هذه الأخلاقيات؟ القلب ينزف دما على واقعنا في مصر، القلب ينزف دما على أخلاقنا، على توحيدنا، على إيماننا، على عباداتنا، على معاملاتنا لبعضنا البعض. نسينا الله إلى هذا الحد الذي أنسانا فيه أنفسنا، فلنرجع إليه جل جلاله. والله لن يرفع الله عن مصر الغمة إلا إذا حقق أهلها التوبة والأوبة وعادوا إليه منيبين مرددين مع الصادقين الأولين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أين الحب؟ من أحب لله وأبغض لله؟ وأين نحن من أصحاب سيدنا الحبيب رسول الله؟ روى البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف، اسمع، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري. سعد عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأخيار، آخى النبي بينهما. اسمع، فقال سعد بن الربيع الأنصاري الكريم: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعند امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. يا إلهي، إلى هذا القدر من الحب والإيثار، أين نحن من أولئك الأخيار؟ أين هؤلاء من الذين يسرقون أقوات الشعب في الليل والنهار؟ أين هؤلاء من أولئك الذين يأكلون الحرام مع سبق الإصرار؟ أين هؤلاء؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ألا يسأل شعب مصر الآن عن السوق؟ ألا يقول كل مصري الآن: دلني على السوق؟ ألا يريد شعب مصر أن يعمل، أن ينتج، أن يبذل من عرقه، أن يأكل من كسب يده، أن يستغني عن كل أهل الأرض برب السماء والأرض؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أما آن الأوان أن نمتثل أمر ربنا وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما آن لنا أن نتوقف عن قطع الطرق؟ أما آن لنا أن نفض الاعتصامات؟ أما آن لنا أن نفض المظاهرات؟ عبر ما شئت عن رأيك بأدب واحترام وخلق ودين، قل ما شئت بالضوابط الشرعية، لكن لا تنسى، لأنك لا تخشى أحدا من الخلق،
لا تنسى أن الملك يسطر عليك كل كلمة كتبتها على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، أو في فضائية من الفضائيات قلتها، أو عبر جريدة من الجرائد سطرتها. تذكر قول ربك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأعلم حبيبي أنك ستقف بين يديه عاريا، لا منصب ولا مال ولا جاه ولا سلطان، ليكلمك الملك الرحمن جل جلاله. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقي سخط الله وغضبه، اتقي عذاب الله ونقمته، اتقي أخذ الله، فالله يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. وقد يسأل ابن من أبنائي ويقول: رحم الله زمان سعد بن الربيع، أين من يعطي الآن عطاء سعد؟ فيقسم ماله مع أخيه، ويعرض زوجتيه على أخيه ليختار واحدة منهما. رحم الله زمان سعد، أين زمان سعد؟ والجواب: لقد مضى زمن سعد بن الربيع يوم مضى زمن عبد الرحمن بن عوف، فما وجد من يعطي عطاء سعد إلا حينما وجد من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف. بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. الحب في الله، أنا كنت أعجب من سنوات طويلة وأنا في مقتبل عمري في بداية الطلب للعلم، كلما قرأت حديث سيدنا رسول الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ينادى يوم القيامة على أهل الحب في الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فأعجب وأقول: سبحان الله، في هذا الموقف العصيب والشمس فوق الرؤوس تغلو الرؤوس من حرارتها، ينادى على صنف من الخلق في أرض المحشر على أهل الحب، على أهل الحب في الله، ينادى عليهم: تعالوا، تعالوا يا أصحاب القلوب الطاهرة، تعالوا يا أصحاب القلوب المخمومة. أتدرون من أصحاب القلوب المخمومة؟ روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس، فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال الصحابة: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حقد ولا حسد. تعالوا يا أصحاب القلوب المخمومة، تعالوا يا أصحاب القلوب الصافية الطاهرة، تعالوا لتأمنوا، لتأمنوا يوم يفزع الناس، تعالوا لتستظلوا يوم تغلي الرؤوس من حرارة الشمس. لكن يا ترى، يا ترى، أين يستظل أهل الحب في الله؟ بالبيوت؟ لا بيوت. بالأشجار؟ لا أشجار أبدا، وإنما يستظلون بظل العزيز الغفار. اليوم أظلهم في ظلي، أي في ظل عرشه، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، أي في ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله.
نعم حبيبي في الله، اعلم بأنك لن تنال محبة الله إلا بالحب. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى، إن رجلا زار أخا له في قرية، خرجت من العريش لتزور أحد أحبابك في غزة، أسأل الله أن يفرج كربهم وكرب الفلسطينيين وكرب السوريين وكرب المصريين وكرب المسلمين في كل مكان. خرجت من العريش أرض المروءة، من أرض سيناء أرض الرجولة، لتزور أخا لك في غزة أو في القاهرة أو في أي مكان، ما خرجت من بيتك إلا حبا له في الله. اسمع ماذا يقول المصطفى: إن رجلا زار أخا له في قرية فأرسد الله له على مدرجته، أي على طريقه، ملكا. فقال له الملك: إلى أين تريد؟ أنت رايح فين؟ فيقول الرجل: أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. فيقول له الملك: هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني تريد زيادتها بينك وبين تجارة، بينك وبين دنيا؟ أقول: لا، غير أني أحببته في الله. فيقول له الملك: فإني رسول الله إليك، أي لأخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ومن أجمل وأرق ما قرأت ما رواه مالك في الموطأ والترمذي في السنن بسند صحيح، أن أبا إدريس الخولاني قال: دخلت يوما مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا والناس معه يسألونه، وإذا اختلفوا صدروا عن رأيه. فقال أبو إدريس: فقلت: من هذا؟ فقالوا: معاذ بن جبل، هذا حبيب الحبيب المصطفى معاذ بن جبل. قال: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، أي بكرت إلى المسجد، فوجدت معاذا قد سبقني بالتهجير، ووجدته قائما يصلي، فانتظرت حتى قضى صلاته ثم أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: إني أحبك في الله. فقال معاذ: آلله؟ قلت: آلله. قال معاذ: آلله؟ قلت: آلله. قال معاذ: آلله، يعني والله تحبني في الله؟ قال أبو إدريس: آلله، أحبك في الله. فأخذه معاذ بحبوة ردائه وجبذه إليه، ثم قال له معاذ: أبشر، أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي، الله أكبر، وجبت محبتي للمتحابين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في. انظروا إلى فضل الحب في الله، انظروا إلى كرامة المتحابين وأهل الحب في الله. ووالله يا إخوة، لن نحقق الحب بيننا ولن نحقق الحب في علاقاتنا ومعاملاتنا ومع نسائنا وأولادنا إلا إذا امتلأت قلوبنا بحب ربنا. فأعظم وأطهر وأشرف حب هو حب الله جل جلاله. واسمح لي أن أسأل هذا السؤال المر: هل نحب الله؟ هل نحب الله؟ أكرره مرة ثالثة: هل نحب الله؟ أسألك بالله أن تطرح السؤال على نفسك في خلوتك، في حجرتك، في غرفتك. اسأل نفسك: هل أنا أحب الله؟ والجواب النظري: نعم أنا أحب الله. هات البرهان، هات الدليل. فما أيسر الدعاوى وما أرخص التنظير. حب الله ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة. اسمع مني قول ربك:
جل جلاله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قال ابن تيمية، أي أشد حبا لله من حب أهل الأنداد لأندادهم. طيب، ما هي الأدلة على حبي لربي؟ اسمع الآية، آية تعري المرء أمام الحق والحقيقة. اسمع، يقول الله جل جلاله: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هل تحب الله حبا يفوق حبك لولدك، يفوق حبك لأبنائك ووالديك، لإخوانك وزوجتك وعشيرتك وقبيلتك؟ هل تحب الله حبا يفوق حبك لأموالك؟ هل تحب الله حبا يفوق حبك لتجارتك؟ هل تحب الله حبا يفوق حبك لبيتك ومساكنك وقصورك؟ هل تحب الله ورسوله حبا يفوق حبك لكل هذا المتاع الزائل؟ اصدق الجواب، فالله وحده هو الذي يعلم السر وأخفى. اصدق مع نفسك في الجواب على هذا السؤال بعد هاتين الآيتين. ثم يقول ربنا جل جلاله في آية في سورة المائدة وفي سورة آل عمران يبين علامات المحبة الصادقة، فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، اللهم اجعلنا ممن تحبهم يا رب العالمين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما علاماتهم؟ أذلة على المؤمنين. الله، أول صفة لأهل محبة الله لين الجانب، خفض الجناح، الرحمة بالمؤمنين، الرأفة بالمؤمنين، اللين مع أهل الإيمان. يا أخي، تعامل مع أهل الإيمان بلين ورحمة، تعامل مع أهل الإيمان بلطف وحكمة. يا الله، بل حتى تعامل مع أهل المعاصي بلين ورحمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام يكتب بالذهب بل بأغلى من الذهب، يقول: إذا نظرت إلى أهل البدع والمعاصي بعين القدر، فالذي قدر لك الهدى هو الذي قدر على هذا ما هو فيه. فمعتقدنا، معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله خلق العبد وفعله، والله خلقكم وما تعملون. لسنا كالقدرية النفاة ولسنا كالقدرية الجبرية، بل نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان نثبتها ونعتقدها قولا واعتقادا وعملا، حتى لا يتعجل أحد من أحبابنا وأولادنا في إسقاط الحكم بالتكفير على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعتقد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمن بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويؤدي أول ركن عملي من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. فلا تتعجل حبيبي بإسقاط الحكم على إخوانك، وإن وجدت خلل
جبلا، فتقدم بحكمة ورحمة ورأفة وليد، وارفع الخطأ والجهل والإكراه، وبين الحق، فلسنا قضاة بل نحن دعاة. وقد قال ربنا جل علاه لسيد الدعاة وإمام التقاه، قال إنما أنت منذر، وقال إنما عليك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما علينا إلا أن نبلغ الحق بحق، وأن نترك هداية التوفيق لله، فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. فتدبروا معي أيها الأفاضل هذه المعاني، فما أحوجنا ورب الكعبة إليها. يقول شيخ الإسلام: إذا نظرت إلى أهل البدع والمعاصي بعين القدر، والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء العقول وما أوتوا تزكية النفوس، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا علوما وما وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشدة على الكافرين، لا تكن لينا مع الكافرين، شديدا مع الموحدين والمؤمنين، أعزة على الكافرين، حقق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وتبرأ من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذاك في الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أعزة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. وفي سورة آل عمران إذ لا يتسع الوقت للتفصيل، قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيا من تحب الله، أين أنت من هذه العلامات؟ ومن أعظم علامات حبك لله كثرة ذكر الله جل جلاله. هل تذكر ربك في السر والعلانية؟ هل تكثر ذكر ربك في الشدة؟ إذا كنت في شدة فأكثر ذكر الله ليرفع عنك الشدة، إذا كنت في ضيق فأكثر ذكر الله ليوسع عليك، إذا كنت في مصيبة فأكثر ذكر الله ليرفع عنك البلاء. أنا أعجب بل وأتألم، وعنترة ابن شداد يقول لمحبوبته: والسيوف تبرق
والرماح تتساقط كالأمطار على رأسه، يقول لها: لقد ذكرتك ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند، أي سيوف الهند، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. يذكر حبيبته والرماح تتساقط عليه. ألا تذكر ربك في وقت الرخاء؟ ألا تذكر ربك في وقت الشدة؟ ألا تذكر ربك في وقت الضيق؟ ألسنا في شدة؟ ألسنا في ضيق؟ ألسنا في مصائب؟ ألسنا في ابتلاء؟ ألسنا في محن؟ ألسنا في مرض؟ ألسنا في ضيق؟ ألسنا في صراع؟ ألسنا في تحزب بغيض أعمى؟ اذكر ربك، اذكر ربك، والجأ إليه وأكثر من ذكره في السر والعلانية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال الحبيب كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم وسنن الترمذي من حديث أبي الدرداء بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففي وقت المصائب يجب أن يذكر المحبون حبيبهم. والمحبة أنواع: محبة الله، والمحبة لله وفي الله، والمحبة مع الله. أما محبة الله فلها ثلاثة مراتب، فلها ثلاث مراتب وثلاث درجات. الدرجة الأولى محبة تنبت في القلب، خلي بالك، محبة تنبت في القلب يخرج أصلها وتملأ القلب، تنبت في القلب بمطالعة المنة، بمطالعة المنة، أي بمطالعة نعمه الظاهرة والباطنة، وتثبت في القلب بمتابعة القرآن والسنة. ودرجة أعلى منها تستقر في القلب وتظهر بمطالعة الصفات وتدبر الآيات القرآنية والكونية، ولا تسع الوقت للتفصيل، فكل درجة تحتاج إلى لقاء. ومحبة تظهر وتملأ القلب بمطالعة الصفات، أي صفات الجلال والجمال والكمال، بمطالعة الصفات ومتابعة القرآن واتباع والنظر في الآيات، وتثبت باتباع القرآن والسنة. أما الدرجة الثالثة وهي أعلى درجات المحبة فهي مرتبة الخلة، نتعرف عليها في دقائق بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالحب والرضا، وأن يطهر قلوبنا من الأحقاد والحسد والضغائن والغل والشهوات والشبهات والأمراض والعجب والكبر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين. خليهم يا حبيب، سبهم، ما أوقفهم هذا الوقوف إلا الحب، ونحن نتحدث عن الحب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسول، إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أكره وأنا أتكلم عن الحب أن أترك أحبابي دون أن أنزل أنا وهم في أعلى مراتب الحب، ألا وهي مرتبة الخلة. هل تعلم حبيبي ما معنى الخلة؟ الخلة هي أن يتخلل الحب روح وقلب المحب بحيث لا يبقى فيهما مكان لغير المحبوب جل جلاله. أكرر أيها المحبون، الخلة معناها أن يتخلل الحب روح وقلب المحب حتى لا يبقى في القلب والروح مكان لغير المحبوب لذاته وهو الله جل جلاله. فالذي يحب لذاته هو الله. كان رسول الله يحب كل نسائه، وأحبهن إليه عائشة بعد خديجة، ويحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة، ويحب أشياء كثيرة، لكن هذه هي المحبة الثانية من درجات المحبة، المحبة لله وفي الله. أما الحب الذي لا يكون إلا لذات المحبوب فقط فهو الحب لله الواحد الحق جل جلاله، الذي يستحب يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يجعل الله آدم إلى أن تقوم الساعة. هل تعلمون من هما؟ إبراهيم الخليل وخليل الله محمد. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال حبيبنا كما في الصحيحين: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذ صاحبكم خليلا. وفي لفظ: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى جميع النبيين والمرسلين. وأختم بلطيفة رقيقة كرقة الحب، كرقة الخلة، التقطتها من شيخي ابن القيم، إذ يقول: ولعل هذا هو السر في أن الله جل وعلا قد أمر إبراهيم الخليل أن يذبح ولده إسماعيل، فلما حرم إبراهيم من نعمة الولد سنوات طويلة، وتعلق قلبه بالولد، ورزق بإسماعيل، وشب إسماعيل، وتعلق قلب الخليل بإسماعيل، غار الله على قلب خليله، فأمره الله أن يذبح ولده، أو إن شئت فقل أن يذبح أي علاقة بغير الحبيب لذاته. فلما قام إبراهيم ليذبح هذه العلاقة وليقطع هذه الصلة ليفرغ القلب كله من جديد للحبيب لذاته وهو الله، حينئذ نجى الله إسماعيل وفداه بذبح عظيم. أيها المحبون، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟
أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه رفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. ما أحوجنا إلى الحب، وقد علمنا نبينا إذا أحب الأخ أخاه أن يعلمه أنه يحبه في الله. وأنا أشهد الله أنني أحبكم في الله، وما أتى بي إليكم إلا الحب في الله. وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوب المسلمين بالحب، وأن يملأ قلوب المصريين بالحب. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل والحسد والغل والحقد والغل والضغينة والغل والضغينة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم املأ قلوبنا بحب مصرنا وبلدنا، اللهم املأ قلوبنا بحب مصرنا وبلدنا، اللهم املأ قلوبنا بحب إخواننا، اللهم املأ قلوبنا بحب إخواننا. اللهم ظلل سماءنا بالحب يا أرحم الراحمين. اللهم أذن لسحابة البغض والكره أن تنقشع عن مجتمعنا وأن تزود عن مصرنا وبلادنا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. يا رب أنزل على مصر من رحماتك، يا رب استخرج لمصر وأهلها وشعبها الطيب من بركاتك. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم احفظ على مصر أمنها وأمانها، اللهم احفظ على مصر رخاءها واستقرارها. اللهم لا تحوج مصر إلا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع أرزاق أهلها، اللهم وسع أرزاق شعبها، اللهم وسع أرزاق شعبها. اللهم بارك لشعبها في قوته، وبارك لشعبها في ثمره، وبارك لشعبها في أرضه، وبارك لشعبها في رزقه. اللهم إني أسألك أن توسع عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجبر أهلنا في فلسطين، اللهم اجبر كسرهم وفك حصارهم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا، يا رب فرج كربهم، يا رب أحسن خلاصهم، اللهم تول أمرهم، اللهم ردهم إلى ديارهم في عزة وكرامة، اللهم ردهم إلى أهلهم وأولادهم وأموالهم في عزة وكرامة. اللهم انتقم من هذا الظالم المجرم وعصابته يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم من هذا الظالم المجرم وعصابته يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن توفق كل ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأيدهم بالحق وأيد الحق بهم يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. من بيوت الله يخرج كل فضل. انتبه من فضلك، الإعلان ده لكل المصريين. الكهرباء عندك كل شوية بتقطع ومشاكلها ما بتخلصش، أو حتى ما عندكش كهرباء أصلا ومش عارف تدخلها، وسرقة الكهرباء آخرتها وحشة، وطبعا بتنور بالطرق التقليدية أو تعيش على ضوء الشموع ومخاطرها، أو كشاف بينور في مكان والتاني لأ.
من النهاردة مفيش كهرباء مقطوعة ولا ممنوعة، وهتنور شقتك في أي وقت وفي أي مكان وبتكلفة ولا في الأحلام. وانسى الظلام اللي بيحوطك من كل مكان. مؤسسة التوحيد بتقدم لك عرض العروض، بتقدم لك مولد الكهرباء إلكتريك هوم الأول في الشرق الأوسط، يكفي شقة بالكامل أو عيادة أو ورشة. ومولد الكهرباء مش مولد عادي، لأن فيه مميزات مش موجودة غير في المولد ده، وأهمها إن حجمه صغير ومش تقيل، وكمان بيعمل بأي نوع من بنزين، وفيه شفاط كربون بيمتص أي ريحة أو دخان. مش بس كده، وكمان صوته واطي وما بيزعجش. وأهم ميزة فيه إن ملفات الموتور من النحاس مش من الألمونيوم، وعشان كده بنديلك عليه ضمان سنة. أيوة، ضمان عام كامل. وطريقة تشغيله سهلة جدا، تحط فيشته في أي فيشة كهرباء وحتلاقي الكهرباء وصلت لكل الشقة بأمان، ولا مخاطر الشموع ولا الكشافات. مولد الكهرباء يصلح لشقة أو عيادة أو ورشة، يوجد أحجام خاصة للمصانع وموجود منه جميع الأحجام. اتصل نوصلك لباب البيت داخل أو خارج مصر. مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر خيالي جدا. مولد الكهرباء إلكتريك هوم فقط ب 950 جنيه. هذا العرض ساري لمدة 7 أيام فقط، ومصاريف الشحن مجانا. يلا مستني ايه؟ احصل على مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر 950 جنيه. اتصل على 02-270-111-25. الكهرباء عندك كل شوية بتقطع ومشاكلها ما بتخلصش، او حتى ما عندكش كهرباء اصلا ومش عارف تدخلها، وسرقة الكهرباء اخرتها وحشة. وطبعا بتنور بالطرق التقليدية، او تعيش على ضوء الشموع ومخاطرها، او كشاف بينور في مكان والتاني لا. من النهاردة مفيش كهرباء مقطوعة ولا ممنوعة، وهتنور شقتك في أي وقت وفي أي مكان وبتكلفة ولا في الأحلام. وانسى الظلام اللي بيحوطك من كل مكان. مؤسسة التوحيد بتقدم لك عرض العروض، بتقدم لك مولد الكهرباء إلكتريك هوم الأول في الشرق الأوسط، يكفي شقة بالكامل أو عيادة أو ورشة. ومولد الكهرباء مش مولد عادي، لأن فيه مميزات مش موجودة غير في المولد ده، وأهمها إن حجمه صغير ومش تقيل، وكمان بيعمل بأي نوع من بنزين، وفيه شفاط كربون بيمتص أي ريحة أو دخان. مش بس كده، وكمان صوته واطي وما بيزعجش. وأهم ميزة فيه إن ملفات الموتور من النحاس مش من الألمونيوم، وعشان كده بنديلك عليه ضمان سنة. أيوة، ضمان عام كامل. وطريقة تشغيله سهلة جدا، تحط فيشته في أي فيشة كهرباء وحتلاقي الكهرباء وصلت لكل الشقة بأمان، ولا مخاطر الشموع ولا الكشافات. مولد الكهرباء يصلح لشقة أو عيادة أو ورشة، يوجد أحجام خاصة للمصانع وموجود منه جميع الأحجام. اتصل نوصلك لباب البيت داخل أو خارج مصر. مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر خيالي جدا. مولد الكهرباء إلكتريك هوم فقط ب 950 جنيه. هذا العرض ساري لمدة 7 أيام فقط، ومصاريف الشحن مجانا. يلا مستني ايه؟ احصل على مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر 950 جنيه. اتصل على 02-270-111-25. مؤسسة التوحيد بتقدم لك عرض العروض، بتقدم لك مولد الكهرباء إلكتريك هوم الأول في الشرق الأوسط، يكفي شقة بالكامل أو عيادة أو ورشة. ومولد الكهرباء مش مولد عادي، لأن فيه مميزات مش موجودة غير في المولد ده، وأهمها إن حجمه صغير ومش تقيل، وكمان بيعمل بأي نوع من بنزين، وفيه شفاط كربون بيمتص أي ريحة أو دخان. مش بس كده، وكمان صوته واطي وما بيزعجش. مولد الكهرباء يصلح لشقة أو عيادة أو ورشة، يوجد أحجام خاصة للمصانع وموجود منه جميع الأحجام. اتصل نوصلك لباب البيت داخل أو خارج مصر. مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر خيالي جدا. مولد الكهرباء إلكتريك هوم فقط ب 950 جنيه. هذا العرض ساري لمدة 7 أيام فقط، ومصاريف الشحن مجانا. يلا مستني ايه؟ احصل على مولد الكهرباء إلكتريك هوم بسعر 950 جنيه. اتصل على 02-270-111-25. من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الضعاف، فتصفو النفس.